السلام عليكم، مرحبا يا شباب، كيفكم؟ ان شاء الله بخير. راوتر تي بي لينك 841. طبعا مشكلة هذا الراوتر ليش صورته انا هيك بهالطريقة، لانه ما بامكاني صوركم الشبكة. مشكلته بالشبكة، ضعف شبكي، فبعد فحص كامل لكامل الجهاز تبين انه هذا المعالج هو السبب. فبالراوترات دائما الراوترات اي مشكلة، اي مشكلة اساسها هو المعالج، اساسا المعالج، الا اذا في قطع او في حرق شيء قطعة بس. لكن جميع الاوامر كلها منين؟ من المعالج. وهلا شغال الراوتر وما بقى في اي مشكلة، ورجعت شبكته كان ما يعطي اكثر من 20 سنت. يعني بدك تحط الجوال على الراوتر لحتى يشبك، غير هيك ما راح يشبك. وهيك انتهت مشكلته وانحلت بإذن الله تعالى. بس لكن يعني المهم المشكلة كانت بالمعالج، وإن شاء الله تستفيدوا من هذا الفيديو، والسلام عليكم.